السلام عليكم. شركة شاومي أعلنت عن موبايل جديد من الفئة المتوسطة، وهو شاومي ريدمي نوت 9 برو، اللي جاي بمواصفات قوية مع سعر منافس جدا. نقدر نقول ان هو قريب جدا من ريدمي 6 برو. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تيك نيوز. لو حابين تعرفوا المواصفات الكاملة عن موبايل شاومي ريدمي نوت 9 برو كمل الفيديو. بس قبل ما نبدأ، اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي سؤال او اي تعليق على الفيديو او على اي معلومة، ياريت تكتبها لنا في التعليقات. يلا بينا نبدأ. واول حاجة بنبدأ بيها هي هيكل الموبايل. الموبايل بيجي بطول 165 مليمتر، وعرض 76 مليمتر، وسمك 9 مليمتر، وبوزن 209 جرام. وظهر الموبايل بيجي مصنوع من إزاز، وعليه طبقة حماية غوريلا جلاس 5 مع فريم من البلاستيك، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع النانو مع دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وبيدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5. والبصمة هنا بتيجي في زر الطاقة. تاني حاجة الشاشة. الشاشة تيجي من نوع IPS LCD بمساحة 6.6 بوصة، والشاشة بتستغل 84.5% من واجهة الموبايل الأمامية، بدقة 2400x1080 بكسل، بأبعاد 20-9، بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، وبيجي عليها طبعة حماية غوريلا جلاس 5. ومن حيث نظام التشغيل والأداء، الموبايل هيجي بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة MIUI 11، مع معالج سناب دراجون 720G بدقة تصنيع 8 نانومتر، ثماني النواة بتردد يصل ل 2.3 جيجا هرتز، مع معالج رسومي ادرينو 618. ومن حيث الذاكرة والرام، الموبايل هيجي بنسختين، النسخة الأولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والنسخة الثانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وبيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية تصل ل 256 جيجا أو 512 جيجا، لسه مش أكيد لحد دلوقتي. ومن حيث كاميرات الموبايل، الموبايل هيجي بأربع كاميرات خلفية جوه إطار على شكل مربع. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا ألترا وايد مخصوصة للتصوير بزاوية واسعة. والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4، وهي كاميرا ماكرو مخصوصة لتصوير الحاجات الصغيرة والقريبة. والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4، وهي كاميرا سنسور للعمق وعزل الخلفية. وبيجي معهم فلاش LED، وبيدعموا تقنية البانوراما والHDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطار في الثانية، وبدقة Full HD بسرعة 120 إطار في الثانية، وبدقة HD بسرعة 960 إطار في الثانية. ومن حيث الكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية بتيجي على هيئة ثقب أعلى الشاشة زي كاميرا سامسونج نوت 10 لايت أو سامسونج A51 بدقة 16 ميجا بكسل، تدعم تقنية البانوراما والHDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. ومن حيث الصوت، صوت الموبايل هنا بيجي عادي يعني مش استيريو، وبيدعم مدخل السماعات التقليدي 3.5. ومن حيث البطارية، البطارية تيجي بساعة 5000 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط مع شحن من نوع Type-C. ومن حيث الألوان، الموبايل هيجي باللون الأزرق واللون الأبيض واللون الأسود. وأخيرا السعر. السعر الرسمي من الشركة هو 180 دولار، يعني حوالي 2800 جنيه مصري و675 ريال سعودي و215 ألف دينار عراقي و21 ألف دينار جزائري. وباقي النسخ هتلاقوا سعرها في وصف الفيديو. وبكرة بإذن الله على الساعة 6 هينزل فيديو عن موبايل شاومي ريدمي نوت 9 برو ماكس. كده أنا خلصت كل حاجة عن موبايل شاومي ريدمي نوت 9 برو. اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي سؤال او اي تعليق على الفيديو او على اي معلومة، ياريت تكتبها لنا في التعليقات. والسلام عليكم.